ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الخميس 29 سبتمبر ايلول 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 22 نوفمبر لواحد ديسمبر، هتقوي كل المعارف اللي عندك النهاردة، ممكن تتبنى موقف يعتبر مؤيد علشان تقوي بيه كل الروابط الاسرية اللي عندك، هتتقبل ده كل اسرتك بسعادة كبيرة وهتدعمك كتير جدا في كل خططك، وده التعزيز المناسب ليك في العلاقات، وهيستمر الوضع حتى في حياتك العاطفية، هتتقرب من شخص محدد بعينه، كل ده هينتج عنه علاقة فيها مدى طويل. بالنسبة ليك يا قوس النهاردة، توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر، عندك سعادة داخلية كبيرة، انت هتبقى متفق بشكل كبير جدا مع نفسك، وانت واثق جدا من نفسك، هتبتدي تظهر سلام داخلي واضح جدا عليك، وانت دايما مفعم بالحيوية والحماسة نتيجة لهدوءك اللي بيعتبر خارجي عندك، هتشعر ان كل الاشخاص اللي حواليك ممكن يكونوا حاسين بنفس الراحة اللي عندك في وجودك، في ثقة، في سعادة بالحياة اللي هتبقى عندك، وهتعني ان كل زملائك وكل اصدقائك بيثقوا بيك وبيطلبوا منك دايما النصيحة. بالنسبة ليك يا قوس، توقعات العشرية التالتة مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر، عندك صحبة تعتبر ممتعة جدا، في الغالب مش هتصادفك اي عقبات من الاشخاص اللي حواليك، وهتتعرف على اشخاص جدد بسرعة كبيرة وبأقل مجهود، حتى لو استخدمت المعرفة دي هتحقق أفضل الصداقات اللي بتعتبر مجدية على المدى البعيد. اليوم بيبدو إن مفيش أي مشكلة مش هتعرف تحلها، هتديلك النهاردة حالتك المزاجية الكويسة وتفاؤلك بإنك تبص أكتر للمستقبل، بس عليك إنك تسيب كل التوتر اليومي بشكل كبير وراك.